السلام عليكم. إذا اليوم غنشوفوا مع بعضياتنا تجربة تبريد الكبريت في درجة حرارة مختلفة. أولا غنحتاجوا الكبريت كما تلاحظون، غنحتاجوا الماء والجليد من أجل التبريد، غنحتاجوا أواني زجاجية نسكبوا فيها الكبريت المذاب، وعندنا هنايا كما تلاحظون مصدر الحرارة اللي فوق منه غندوبوا الكبريت ديالنا. أولا غنخطو هاد الإناء الزجاجي وغندوب الكبريت ديالنا، كما تلاحظو الكبريت عندنا في هاد الإناء الزجاجي. سوف نضعه على درجة حرارة 200 درجة مئوية، سنقوم بتسخينه. مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه التجربة هذه سنقوم بها حدا واحد المصدر ديال الهواء، لأن رائحة الكبريت هي واحد الرائحة قوية جدا، يعني باش نتفاداو الاختناق ولا هذا خصنا ضروري نكونوا حدا واحد مصدر ديال التهوية. إذا باش يكون عندنا ماء بارد جدا اللي هو غيكون مصدر التبريد، هذا الإناء ديال الماء غنملؤو بمكعبات من الثلج التبريد، هاد الشكل هذا. كما تلاحظون الكبريت اللي كان على شكل بودغ هو هنا يذاب لينا. إذا كما تلاحظون هنايا وضعنا واحد الإناء زجاجي دائري الشكل فوق الإناء اللي وجدنا فيه الثلج من أجل التبريد السريع. دابا ناخذ الكبريت ديالنا اللي ذاب كليا، إذا بالنسبة للتبريد المتوسط هنايا قمنا بتبريد الكبريت المرة الثانية. من بعد سنسكبه في إناء زجاجي بدرجة حرارة في المختبر كما تلاحظون، هذا ذاب كومبليتمون. إذا قمنا بتذويب الكبريت المرة الثالثة، هذه المرة نقوم بتجربة التبريد البطيء. كما لاحظتوا عملنا ذوبان الثاني للكبريت. من بعد تبريد البطيء يكون فوق المسخن، فوق المسخن سنضع ورق الألمنيوم كما تلاحظون. إذا ما وضعناش الزجاجة لأنها تهرست لنا فوق الحرارة، لذلك نستعمل ورق الألمنيوم. من بعد سنقوم بخفض درجة الحرارة، هنايا كما كتشوفوا عندنا 250، سنقوم بخفضها إلى 150 درجة، ثم سنقوم بسكب الكبريت السائل فوق ورق الألمنيوم. وعلى هذه درجة الحرارة غيبرد لنا بشكل بطيء. بالنسبة للتبريد السريع كما تلاحظون لدينا تكون من الأوراد صغيرة القد، وخاصة في هذا الجزء هنا، الجزء هذا الجزء الأمامي الذي كان فيه تبريد سريع جدا، كما تلاحظون بالأوراد صغيرة القد جد واضحة، وكذلك تكون مادة غير متبلورة هي عجينة، العجينة الخضراء اللي عندنا هنا.
وبالنسبه للتبريد المتوسط النتيجه كانت على هذا الشكل. اذا كما تلاحظون عندنا تكون باللورات متوسطه خصوصا في هذا الجزء هذا، باللورات متوسطه نتيجه للتبريد المتوسط، وماده غير متبلوره على شكل عجينه خضراء. بالنسبه للتبريد البطيء اذا كانت النتيجه على هذا الشكل. اذا كما تلاحظون عندنا تكون باللورات كبيره القد، ها هي واضحه جدا هنايا في هذا الجزء هذا، باللورات كبيره القد في هذا الجزء هذا خاصه لاحظتوا ها هي. اذا كانت هذه هي نتائج التجربه بالنسبه تبريد بطيء تبريد متوسط وتبريد سريع.